وقت الاستعمار ومن بعد مرة الاستقلال بنت هذه الرياضة وبنت هنا في مدينة وهران. يعني الرياضة هذه الرياضة العاصي هذه بانت هنا في ولاية وهران، يعني الجدود بكري كانوا يلعبوها هنا في وهران، ومن بعد انتشرت على مستوى الولايات على مستوى الوطن، يعني راه انتشرت وراهم يعني يمارسوا في هذه الرياضة على مستوى الوطن. وما يخفى لكش يعني هذه الرياضة هذه كاع يحبوها الجزائريين، وهذه الرياضة تاع والدينا وهذه تاع يعني التراث تاع البلاد باش حنا كشعب. ندرب هنا مع الشيخ تاعي محمد من 4 سنوات ورانا نتعلم الحمد لله، وغادي نشاركوا في شامبيون طباخ ابو المتوسط، والحمد لله رانا في مستوى عالي مع الاطفال رانا معاهم والشيوخ تاعنا والمتدربين، وانا نتعلموا ما عندهم. وهذه الرياضه من جدود تاعنا ومن التقاليد تاعنا، وهذه الرياضه جزائريه.